العلاقات الكويتية السعودية ليست بحاجة إلى تحسين، فهي علاقات ليست جيدة بل هي علاقات ممتازة مع المملكة العربية السعودية، مع المملكة العربية السعودية أوكي. ومع جميع الدول الخليجية مزل. فالموضوع ما يحتاج إلى أي تكسب في هذا الجانب. شوف هذا تكسب، أعتقد بأن تكسب، ولكن تكسب فاشل، وتكسب على حساب الوطن وعلى حساب الكويت.